الإمام القيم رحمه الله تعالى ذكر في هذه الرسالة من ضمن وصاياه العظيمة دوام التفكر وتدبر آيات القرآن بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب. قال: فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه بحيث يصير إليها مفزع وملجأ، تمكن الإيمان من قلبه. ثم عقد فصلا مطولا ذكر فيه آيات كما عرفنا من سورة الذاريات، وبين المعاني المستفادة من ذلك. مرادي أنه في هذا الفصل صدره بقوله: رأس مال الأمر وعموده في ذلك دوام التفكر في القرآن وتدبر آياته. ووقفت على كلام عظيم له جدا في كتابه رحمه الله مدارج السالكين في فصل حول هذا المعنى تدبر القرآن، فأحببت أن نستمع إليه خاتمة وتتميما لوصيته في هذا الأمر الذي عليه مدار الأمر وهو رأس الأمر كما ذكر رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الحسن رحمه الله: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. نعم. يذكر أن الحسن البصري رحمه الله وهو من علماء التابعين رأى بعض القراء في زمانه انشغل بالقراءة فقط ولم يكن له عناية بالتدبر والعمل، فقال هذه الكلمة. هذا في أي زمان؟ زمن التابعين. فلو جاء في زماننا ماذا عساه أن يقول رحمه الله؟ نعم. قال رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع فيه الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب طريقة وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه، وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه
وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصلة إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها، فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتريه الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، وعلى الإيمان بالرسل وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم والتعريف بحقوقهم وحقوق مرسلهم، وعلى الإيمان بملائكته وهم رسله في خلقه وأمره وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته، وما جعلوا عليه من أمر أو وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي، وما يختص بالنوع الإنساني منهم من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه. وما يختص بالنوع الإنساني يعني أعمال الملائكة التي تختص بالإنسان. نعم. وما يختص بالنوع الإنساني منهم من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه، وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد وتنغيص، وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح، وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه، وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والمواعظ والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمره. هذه كلها خلاصات عظيمة جدا لما يجده قارئ القرآن والمتدبر لآياته ومعانيه وهداياته. نعم. فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل، وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل، وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام، وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل، وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل، وتناديه كلما فترت عزماته ووانى في سيره: تقدم الركب وفاتك الدليل. انتبه، تقدم الركب، كأنه يقول انتبه، تقدم الركب وفاتك الدليل، فاللحاق اللحاق. صلى الله عليه. وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره: تقدم الركب وفاتك الدليل، فاللحاق اللحاق، والرحيل الرحيل. وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل، وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر، فاعتصم بالله واستعن به وقل حسبي الله ونعم الوكيل. وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. نعم حسبك. نعم، هذا كما ذكرت فصل عظيم جدا في خلاصة بديعة ينصح طالب العلم والمعتني بالقرآن أن يقرأها مرات عديدة، ثم يجعلها هدفا له، يجعلها هدفا وغاية يطلب تفاصيلها في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن ابن القيم لخص
معاني القرآن أو كثير من معاني القرآن وأحكامه ومضامينه في هذه الخلاصة العظيمة، في خلاصة عظيمة جدا لو يقرأها طالب العلم والمهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويجعلها سببا لمعونته على تحصيل هذه الفوائد والحكم في كتاب الله سبحانه وتعالى.